نعم، بالفعل وصل قبل قليل قادة الجبهة الثورية إلى مطار الخرطوم هنا في الخلف، ومن ثم سينتقل هؤلاء القادة رفقة عدد من كبار المسؤولين السودانيين إلى هذه المنطقة. نحن الآن نقف في محيط ساحة الحرية، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق على المستويين الرسمي والشعبي لاستقبال هؤلاء القادة في يوم السلام. الحكومة السودانية أعلنت اليوم طبعا عطلة رسمية للسماح لأكبر عدد من المستقبلين بالحضور إلى هذه الساحة، طبعا هذا في ظل بعض المخاوف الصحية بشأن تفشي كورونا وتزايد حالات الإصابة في السودان، وأيضا مخاوف أمنية دعت السلطات إلى نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة والمخابرات والجيش والدعم السريع في محيط هذه الساحة وفي عدد من شوارع الخرطوم الرئيسية، نظرا لتوتر رافق ندوة للجبهة الثورية قبل يومين في منطقة الحاج يوسف في الخرطوم بحري شمال الخرطوم. قبل قليل أيضا حدث توتر ما بين القوى الأمنية وفيما يبدو أنه أحد أعضاء الحركات المسلحة كان يحمل سلاحا في يده، وتم توقيفه قبل قليل بعد توتر بين القوى الأمنية وهذه الحركات. اليوم طبعا بالنسبة للسودانيين هو يوم كبير، شهدنا ولاحظنا مظاهر احتفالية لمئات القادمين إلى هذه الساحة على متن حافلات وعلى الأرجل، هناك حالة من الفرح خاصة طبعا بين أولئك المتحدرين من مناطق النزاع، تحديدا دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي عانت طويلا طبعا من ويلات الحروب ومن الدمار ومن القتل ومن توقف التنمية طبعا لسنوات طويلة. هذا اليوم يوم فرح كما يقول الكثير من السودانيين، لأن السلام خطواته تكاد تكتمل. طبعا ستكتمل صورة السلام في السودان وستكتمل الأفراح بالسلام كما يقول السودانيون حين يتم التوقيع أيضا ما بين الحكومة السودانية وحركتي الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور. طبعا هناك خطوات، الآن وصل عبد الواحد النور إلى كامبالا، يبدو أنه في طريقه إلى طرح مبادرة لحوار داخلي. كذلك المفاوضات مستمرة مع أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا خالد، إذا كانت يعني المعلومات أو يعني التي تابعناها من عدد من المصادر بأنه في توجه لدى إحدى الحركتين تحديدا من أجل إعلان انضمامها أو نيتها الانضمام لمسار السلام، وكان في بعض تصريحات أيضا لعدد من القادة وقالوا فيها بتصريح لافت بأنه هم لم يدخلوا السودان منذ يعني سنوات أو منذ عقود حتى، وأنه هذا هو اليوم فعليا الذي يتم من خلاله التنفيذ الحقيقي لاتفاق السلام، استعدادا طبعا منهم للدخول والانخراط في العملية السياسية. فما هي يعني ملامح المرحلة السياسية المقبلة؟ نعم، بدءا طبعا الحركتان المتبقيتان اللتان لم توقعا حتى الآن على السلام، حركة عبد الواحد النور وحركة عبد العزيز الحلو، هناك طبعا يعني اتصالات بين الحركتين والحكومة السودانية، هناك مفاوضات مثلا مع حركة عبد العزيز الحلو، هناك بعض العثرات والعقبات، لكن تأمل السلطات السودانية وكذلك الوسطاء في جنوب السودان تأمل هذه الجهات في حسم ملف السلام بشكل كامل والتوصل لاتفاق سلام حتى مع هاتين الحركتين. ملامح المرحلة المقبلة طبعا ستكون هناك تغييرات سياسية كبيرة على مستوى أجهزة السلطة السودانية، وصولا طبعا إلى تشكيل مجلس تشريعي. الحركات المسلحة ستشارك في الحكومة على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وكذلك على مستوى الولايات حكام الولايات والوزراء الولائيين، وكذلك على مستوى المجلس التشريعي. ما يشير طبعا إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة عنوانها الأبرز هو السلام، وهو الشعار الأول طبعا للثورة السودانية، وهو كان الوعد الأول لحكومة حمدوك الذي قال في أول خطاب أن أولويته الأولى هي السلام. صحيح. شكرا لك خالد عويس مراسلنا من الخرطوم.